عبر العصور أقدم الناس على تقديم اعتذارات فظيعة، بدءاً من الاعتذارات غير الرسمية وحتى الأعذار المراوغة وحتى الوعود الجماعية الواهية، جميعها من السهل جداً تقديم اعتذار سيء على أثرها. لكن وجد الباحثون أن الاعتذارات الملائمة تتشارك عناصر معينة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار لهذه العناصر التي يمكنك التعديل عليها في عدة مواقف مختلفة. رغم أن الاعتذارات العلنية بها تعقيدات فريدة من نوعها، لكننا سنركز على الاعتذارات الفردية. وعليه تصور الآتي: لدى مكتبك الجديد شطائر الآيس كريم المجانية في البراد المشترك، أو على الأقل كما تظن. لكن في يوم الجمعة وأثناء مساعدتك لزميلك تيرنس لإقامة حفلة ميلاد زميلكما الآخر، فوجد أن نصف كمية الآيس كريم التي جلبها قد أكلت. ومع أن هذا موقف محرج دون شك، إلا أنه لابد من أن تأتي وتعتذر. إن تفهم وقبول مسؤولية أفعالك هو ما سماه علماء النفس بمحور الاعتذار. لكن لا بأس بأن تشعر بأن هذا صعب وشديد الحساسية، فهذا هو الطبيعي. الطبيعة المكلفة للاعتذار هي جزء يجعله مليئاً بالمعاني. لذلك بينما قد تميل للدفاع عن أفعالك على أنها عرضية، من المهم تذكر أن الاعتذار الصحيح ليس بكونه يجعلك تشعر بتحسن، بل محاولة الفهم من منظور الطرف المظلوم وإصلاح الضرر في علاقتك. هذا يعني أنه في حين أن توضيح نواياك بشكل غير دفاعي يمكن أن يكون مفيداً، وأن غلطتك هي حادثة لكنها لن تبرئك من تقديم اعتذار صادق. ولكن ماذا لو كان خطأك مقصوداً؟ فكر في التالي: وعدت صديقتك ماري بحضورك بطولة مباراة كرة القدم، لكن صديقاً آخر اتصل تواً عارضاً عليك أخذ تذكرة مجانية لحفلة وداع الموسيقي المفضل لديك. أنت تدرك أنها فرصة لا تفوت ولا يمكنك تفويتها، بالإضافة لمعرفتك أن ماري لن تمانع تفويتك للمباراة طالما أن هناك معجبين كثر لدعمها. لكن في اليوم التالي أخبرتك ماري أنها تضايقت كثيراً عندما لم تراك بين الجمهور، وأنت الآن تشعر بالسوء لأنك تسببت في حزنها وتود الاعتذار بصدق. وبينما أنت نادم لمضايقة ماري، فأنت لست متيقناً مما إذا كنت قد اخترت الخيار الخاطئ. فكيف يمكنك تجاوز اعتذار سيء آسف لجعلك تشعرين هكذا؟ في مثل تلك المواقف من السهل التركيز على جعل أفعالك تبدو عقلانية، بينما ينبغي لك العمل على فهم منظور الطرف الآخر. تخيل سؤال ماري عن شعورها لفهم أفضل لإساءتك لها. في هذه الحالة ربما ستوضح ماري أنها كانت محبطة، فقد نقضت وعدك لها وكانت تتوقع دعمك. هذا الصنف من الوضوح سيساعدك على إدراك خطأك وتقبلك بصدق لحقيقة أن أفعالك تسببت بأذى. ثم يمكنك تأطير اعتذارك حول اهتماماتها، لربما بالاعتراف أنها كانت غلطتك لنقضك الوعد وأنك آسف لعدم حضورك. والاعتراف بشفافية أن خطأك يتضمن معرفتك تماماً لكيفية إفسادك للأمر، وقد تعطي ماري أملاً أنك ستغير تصرفاتك مستقبلاً. ولكن هذا مفيد دائماً، فهو يبين تماماً كيف ستتغير وماذا ستفعل لإصلاح الضرر الذي سببته إساءتك. أطلق الباحثون على ما سبق بعرض بالإصلاح، ويصنف عادة على أنه أكثر جزء ناقد في الاعتذار. في بعض الأحيان تكون هذه الإيماءات مباشرة، مثل عرضك لاستبدال الآيس كريم الذي أكلته، ومع ذلك بأقل التجاوزات الملموسة قد يكون هذا رمزياً أكثر، كتعبيرك عن حبك واحترامك لشخص ظلمته. من الاعتذارات المألوفة للإصلاح أيضاً الالتزام الكلامي، وهو ألا تعيد الكرة مجدداً، ولكن الوعد بفعل الخير لن يتم إلا إذا نفذته فعلاً. إن التعامل مع منظور الضحية وتحمل المسؤولية وقطع وعود بالإصلاح ما هي إلا عناصر ضئيلة لاعتذار جيد. ولكن تذكر أن الاعتذارات لا تعني المسامحة والتجاوز فحسب، بل تعني التعبير عن الندم وقبول المساءلة بصدق. وأفضل اعتذار هو القيام بأول خطوة في طريق التصالح. إذا كنت تحب التعلم، اشترك في قناتنا. ننشر كل أسبوع مقاطع فيديو جديدة عن كل شيء، بدءاً من تاريخ العالم وفقاً للقطط، إلى كيفية تنمية مهارة الاستماع. ابق على تواصل وكن فضولياً.